مكملين معكم مشاهدينا ببرنامج دامسكو. اليوم رح نحكي عن أهم وأولويات تحديات الخريج الجديد إن هو يلاقي فرصة عمل مناسبة. رح نحكي بتفاصيل هذا الموضوع مع الاختصاصية الاجتماعية لينا دقو، صارت معنا ضمن استديو دامسكو. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك أستاذة لينا. معنا لليوم الخريج الجديد. اليوم دائما الخريج بعد مسيرة عمل ومسيرة دراسة إذا بدنا نقول وجهد بيوصل لسوق العمل نوعا ما بحاجة لأساسيات يكونوا موجودين بشخصيته. اليوم لشو بيحتاج الخريج الجديد للدخول بشكل عام معترك الحياة؟ تماما، دائما عندنا الخريج الجديد بنهاية تخرجه او نهاية المرحلة الدراسية بفتكر هو انه هلا انا كمشت المجد من اطرافه ولازم بقى اقبل على الحياة، لازم اي فرصة عمل انا اتقدم لها اكون اول من يقبل يعني بهيدي الفرصة. هو للأسف ما بيعرف انه هي خطوة انهاها وهو ببداية لسه مراحله العملية. انت كخريج اوكي اخذت شهادتك الجامعيه اللي هي الشرط الاساسي انت لحتى تحصل على وظيفه بمؤسسات او شركات كبرى او حتى جمعيات او اي مؤسسه حكوميه، بس يا ترى نحن هل نكتفي بالشهاده الجامعيه؟ هل الشهاده الجامعيه فقط هي اللي نحن لازم نحصل عليها كخريجين جدد، ولا شو هي المتطلبات الثانيه اللي نحن لازم نمتلكها لحتى نحصل على الفرصه المناسبه ونحقق طموحنا؟ هلا في كثير عم تطرح سوق العمل حاليا وعم نشوف نحن تغيرات بسوق العمل، هي تغيرات يوميه ومتطلبات جديده وفي في منافسه قويه بسوق العمل، لهيك نحن لازم نخلي الخريج هو على دراية واعية انت خلال مراحلك الدراسية شو لازم تشتغل، شو لازم المهارات اللي انت تكتسبها لحتى لما انا فوت على سوق العمل فعلا كون مستعد لهيدي اللحظة وفعلا فوت بقوة، وما خلي انا سنين الدراسية هي عم تختصر على مواد انا عم باخدها من الكليات او الجامعات، انما هناك سوق العمل الان يتطلب مهارات خاصة، مهارات لغوية، مهارات الاتصال، بيتطلب اني انا اكون على درايه كامله بالتكنولوجيا، بمهارات حتى الالكترونيات لانه هي صفه اساسيه. نحن ما فينا اي خريج يكون هو امي بمجال التكنولوجيا. صحيح. عملنا هلا كل مجالات الحياه حتى بالسوق العمليه الاسواق العاديه نحن بحاجه لانه نحن نكون مؤهلين بهيدي الخبرات وهيدي المهارات. اليوم الخريج الجديد بيقول لك انا كيف بدي اطور حالي لحتى احصل على وظيفه مناسبه، كيف شو المهارات اللي لازم تكون موجوده معي؟ هيك بدنا ستيب باي ستيب، الخطوه الاولى شو نعمل؟ تماما، نحن رح نكون هلا بتمنى انه الخريجين كلياتهم يسمعونا لحتى فعلا يعرفوا هن وين رايحين بالحياه. انا اليوم ضايعين بهالحياه. تماما، هن انا مالي عارف مو ضايع. هن لانه لما ما بتكون الصوره واضحه نحن عايشين واقعنا بشكل نحن صادقين فيه مع انفسنا نحن راح نضيع بس بنهايه التخرج. انت كخريج جامعه عندك 4 أو 5 سنين دراسيه مثل ما حكينا بالمقدمه، انا لا ما لازم هيدي سنين شبابي وسنين الطاقه وسنين اللي انا بقدر استوعب كم كبير من المهارات، اللغه ثم اللغه ثم اللغه هي صفه مجال اساسي بكل مجالات الحياه، وين ما رحت وين ما اجيت اللغه هي العامل الاساسي باي مجال انت بدك تشتغل فيه، حتى اذا انت فكرت بالسفر فهيدي انت بتكون مسهل على حالك انه انت ممتلك هيدي المهاره ففرصتك اقوى بالشركات اللي انت رح تقدم عليها. الخبره العمليه، انا كخريج تخرجت معي شهادتي الجامعيه، طيب انا منين بدي اجيب خبره عمليه؟ لهيك نحن في جمعيات كثير ومؤسسات هي بتفتح باب التطوع، التطوع بيسق لك بكثير مهارات وكثير امور انت رح تواجهها بعدين بمجال العمل، رح تكون انت مكتسب هيدي المهاره ومكتسب هيدي الموهبات او المهارات اللازمه لسوق العمل، فنحن بنرجو من كل الطلاب الجامعيين انه يستثمروا سنوات الجامعة بتقوية اللغة إضافة للفرع الأساسي، إضافة إلى الخوض بمجالات تطوعية واكتساب مهارات تطوعية لأنها بتثقل شخصيته حتى بقدرة على التواصل، بقدرة على فهم المشكلات اللي نحن بنتعرض لها بمجال العمل، حتى لما أنا بتطوع هيدي بتعطيني فرصة بإني أنا لاقي فرصة عمل فيما بعد، يعني ممكن أنا كمدير شغل شفت شخص متطوع وعنده مهارات أنا ممكن لأ فيما بعد هيدا الشخص أنا افتح له فرصة جديدة انه هو يكون معي بمجال شغلي كموظف اساسي.
لما انا كمان ايضا بدي اطلع على ثقافات ثانيه، خاصه لما بكون انا عم بدرس ببلد غير بلدي، منطقه غير منطقتي، انا لازم اطلع على ثقافات هيدي الشعوب، اكتسب مهارات، اعرف كيف حل المشكلات، هيدا بيصقل شخصيتي ايضا بمهارات خاصه. لازم اكون مطلع على سوق العمل، وهو السوق اللي بده يستوعبنا نحن كخريجين بعد ما نحن نخلص المرحله الدراسيه. شو عم يتطلب سوق العمل هلا؟ يمكن انا بالمرحله الجامعيه يتطلب سوق العمل شيء اخر، بعد 5 سنوات يتطلب شيء اخر، فانا بدي اكون دائما ابديت انه سوق العمل شو عم يتطلب وشو بده مهارات خاصه لكل خريج لحتى انا اقدر الاقي الفرصه المناسبه. صحيح. اليوم اليه البحث عن العمل من الشباب قديش بتطلب خبره؟ يعني اليوم انا لاقدر الاقي الفرصه المناسبه، وبعض الاعلانات عن العمل اذا بدنا نقول او الفرص للاسف عم بتكون فيها شروط نوعا ما ما عم تناسب الخريج الجديد، سواء من موضوع سنوات الخبره، سواء موضوع المتطلبات يلي بتكون موجوده بضمن متطلبات العمل اذا بدنا نقول. اليوم انا كيف ببحث عن عمل مناسب او فرصه عمل مناسب كخريج جديد؟ تماما. المرحله الثالثه اللي نحن وصلنا لها، انا اكتسبت المهارات، اكتسبت الخبرات، التطوع، اللغه ممتازه، تماما. هل هيدي بتكفي؟ هل انا وصلت هون لاني احصل على الفرصه المناسبه؟ انا هلا صار دوري لحتى اعرف كيف انا وين مفتاح كل وظيفه، وين مفتاح كل باب لحتى انا اقدر اقدم عليه واحصل على كيف طريقه عرض الوظائف. هل يا ترى انا بدي روح باب الشركات شركه شركه واسال، او هي حتى مباحه على هي على مواقع تواصل او على مواقع عالميه او مواقع مهنيه هي عم تكون خاصه لطرح فرص العمل؟ بدي انا اول شيء كمان السيره الذاتيه، اهتم انا بالسيره الذاتيه بشكل كثير كثير بروفيشنال وبشكل كثير دقيق، صب فيها كل المعلومات، كل الخبرات، كل الشهادات الاكاديميه، كل التدريبات، كل الاعمال التطوعيه اللي انا قمت فيها، هيدي بدها تكون بسيره ذاتيه مهنيه ودقيقه. بعد ما انا عملت السيره الذاتيه بالشكل اللي لازم، اوكي انا وين بدي اقدم؟ على مواقع الالكترونيه، او مثلا ممكن انا احيانا عن طريق بعض الاصدقاء، عن طريق ممكن اني انا من خلال دراستي فزملائي هن عم يشتغلوا بمهن مشابهه لمهنتي انا، فممكن انا استعين فيهم اذا هن بشركات معينه عم يطلبوا موظفين، ممكن انا استعين فيهم. احيانا حتى علاقاتنا لازم تكون باساتذه الجامعيين اللي هن درسونا، لانه دائما الاساتذه هن او اغلبهم لنقول بيشتغلوا اضافه ل دكتور جامعي، فهو بيشتغل كاستشاري بشركات كبرى. صحيح. فانا ممكن عن طريق الدكتور حتى انه اذا في فرصه عمل مناسبه هو يدلني على هيدي الشركات. صحيح صحيح. طب شو اكثر شيء اليوم بهم الشركه وشركات التوظيف بشكل عام؟ شو اكثر شيء بهمها؟ شو بدها من الخريج الجديد؟ انا كصاحب شركه، انا كصاحب مؤسسه، كمدير بمنظمه، انا شو بيهمني؟ هل بيهمني اني اجيب اصحاب الخبرات الضئيله، او انا بيهمني امكن شركتي، خاصه لما بتكون هي شركه خاصه، انا بدي الموظف اللي هو بيمتلك المهارات، بيعرف كيف يدير العمل، عنده الشهادات العلميه والاكاديميه، خاصه لما بتكون من جامعات متعارف عليها، الدورات التخصصيه، هل هو عنده سعة ومعرفة بالمجال عمله بشكل دقيق. أنا بهمني أيضا هذا الشخص يكون عنده قدرة على التواصل، يعني أنا ممكن كشخص يكون عندي ممتلك هذه الشهادات والخبرات والأعمال التطوعية، ولكن أنا غير قادر على التواصل مع زملاء العمل، أنا شخص غير قادر على التزام بمواعيد العمل، أنا لا أجيد العمل على التكنولوجيا، أنا شخص قد أكون غير قادر على الالتزام، غير قادر على الالتزام، دائما محب لمخالفة القوانين. فأنا كرب عمل ليس لي مصلحة بأن أوظف الأشخاص اللي بتسموا بهذه السمات، فأنا دائما ببحث عن مصلحتي وعن مصلحة العمل. تماما. أستاذة، إذا بدنا نروح اليوم بعض الشركات مثل ما بفضلوا يعني الموظف الخبرة واللي صاحب الباع الطويل إذا بدنا نقول بمجال العمل، بعض الشركات لا بتفضل الخريج الجديد على باقي الأشخاص
الخاص اذا بدنا نقول، اليوم شو السبب اللي الشركه بتتوجه للخريجين الجدد؟ في حاله معينه بتتطلبها هي الشركات او في مقابل نوعا ما او شو الفكره؟ مثل ما تفضلت حضرتك وحكيت انه نحن مثل ما في شركات هي بتبحث عن هي الشركات الماكنه اللي بتبحث عن الخريج القوي، الخريج اللي بيمتلك الملكات والمهارات الكافيه، نحن في عندنا شركات هي شركات ناشئه، شركات غير قادره على دفع مبالغ او اجور عاليه للموظف، فتلجأ الى الموظفين والخريجين الجدد. هؤلاء الخريجين هن ممكن يرضوا بالاجر القليل، ممكن يكونوا هن يزرعوا فيهم الولاء لهيدي الشركه او هيدي المؤسسه، بيكون عنده دائما الخريج الجديد طاقه ايجابيه وطموحها عالي، عنده قدره على حل المشكلات، عنده جرأة انه يطرح كثير من الاسئله، غير عن الموظف اللي هو عنده عمر طويل بالعمل، فاحيانا بيكون شوي متجمد او بعقليه معينه، اما الخريج الجديد او هو الفتي بيكون عنده مرونه اكثر على طرح افكار جديده على الابداع، خاصه انه بيكون حتى فكره نظيف، لم يفسد بالخبرات السيئة من العمل بشركات سابقة. أنا بحس هذا الشيء كتير مهم اليوم من الشركات اللي عم توظف الخريجين الجداد، حتى لو ما عندهم خبرة، فإنه ممكن في صار اليوم تريننج يعني عبارة عن 3 شهور أو شهر، فهذا الشيء كتير مهم اليوم. بدنا نسألك أكتر الشيء ممكن ما يخلي الخريج الجديد يقدر يشتغل، شو الخطأ اللي ممكن يوقع فيه الخريج وما ينقبل بالشغل؟ لنفترض هو بلش بالشغل بالشركة الجديدة، كان في عنده فترة تريننج، هو شو لازم يعمل بهالفترة؟ لنحكي على نقطة سابقة شوي، نرجع شوي خطوة لورا ونحكي شو ممكن انه الخريج بعد ما يمتلك هيدي المهارات او يكتب السي في المناسب، يا ترى انا ليش ما ممكن انقبل؟ نحن بدنا نحكي على نقطة كثير مهمة اللي هي مقابلة العمل، المقابلة اللي هي بتتم بعد ما انا اقدم السيرة الذاتية، المقابلة اللي بتتم بين الشخص الموظف او قبل ان يصبح موظف وبين مسؤول العلاقات او الموارد البشرية. هون نحن بدنا ننتبه لكثير قصص باثناء المقابلة، في كثير من القواعد والالتزامات اللي نحن لازم نكون على درايه فيها قبل ما نحن نذهب لمقابله العمل. اهم شيء انا بدي اكون على درايه انا وين مقدم هيدي السيره الذاتيه، شو الشركه، شو مجال شغلها، شو تخصصها، اعرف انا حتى مين المدير، مين المدراء اللي هن المسؤولين هون بهيدي الشركه، فكون انا على اطلاع واسع انا وين رايح اشتغل وين رايح اقدم. اثنين، انا اول شيء لما بدي اروح على المقابله اروح على الوقت المناسب، لاني انا لما بروح متاخر او غير ملتزم بالوقت المحدد هيدا دليل ان انا شخص غير مسؤول وغير ملتزم، ومن البدايه هو باين في حتى بالنسبه للمظهر العام، يعني انا بدي اروح في لباس معين لكل مكان لكل مكان، فانا لما بدي اروح على مقابله عمل اكيد ماني رايح بلباس رياضي او ممكن البسه هي مستفزه، فلازم حتى اروح بلباس يكون ملائم لمقابله العمل، اظهر ثقتي انا بنفسي وما اكون شخص ضعيف، ما اكون متوتر، ما اكون قلق، لما بدي اروح تكون ثقتي كبيره بحالي وانا رايح اقدم على المقابله وانا رح انقبل وانا متاكد اني انا هذا الشخص اللي بيستحق هيدي الفرصه. حتى اثناء مقابله العمل ما اظهر بالشكل السخيف، ما انه اطرح النكت او ممكن انا اكون بشوش وكون عندي طاقه ايجابيه، بس اظهرها بشكل لبق، اظهرها ممكن اثناء القاء التحيه هي مع ابتسامه، حتى بنهايه المقابله انا ممكن اني اظهر ابتسامه خفيفه، حتى اثناء طرح الاسئله ما بين المسؤولين وما بين الموظف انا ما جاوب بالشكل السريع او حتى اخذ وقت شوي لحتى انا اقدر جاوب، او حتى بنفس الوقت انتبه انا ما طول بالاجابه، يعني ما اسرح وتروح القصه معي 5 دقائق لحتى انا اقدر جاوب على هذا السؤال. كون منتبه اثناء الاجابه لانه كل سؤال عم يساله مدير الموارد البشريه او الشخص هو له علاقه يمكن لحتى يقيس هل هو شخص عصبي، هل هو شخص سهل استفزازه، هل هو شخص عنده اتزان عاطفي ونفسي، هل هو شخص عنده نضج مهني، فانا انتبه للاجابات بشكل دقيق، حتى في بعض الاسئله هي متعارف عليها بمقابلات العمل، فانا اكون عم اطلع عليها، وحتى بالبيت انا ممكن اقعد قدام المرايه واحاول احكي واحاول اجرب حتى لما اعرف عن نفسي
كيف اكون انا مرتاح اثناء الاجابه على هيدي الاسئله. تماما استاذه، يعني دهمنا الوقت، نحن اكيد في لقاء اخر وتفاصيل بما يخص الخريج الجديد وتفاصيل اكثر عن حياته المهنيه كيف ممكن تكون ان شاء الله بلقاءات قادمه. بنتشكرك ختاما على حديثك اليوم والمعلومات اللي فتينا، واكيد عم نفيد فيها الشباب الخريجين واللي ايضا مقبلين على التخرج هي الفتره. كل الشكر لك. شكرا كثير لكم. شكرا.